جاء الحر فوقف أمام الحسين، فقال له الحسين: ماذا تريد ومن أنت؟ قال: أنا الحر بن يزيد الرياحي، أرسلت بأن أمنعك من الوصول إلى الكوفة، فارجع إلى المدينة. فقال له الإمام الحسين: أنا لا أرجع، لأنني مكلف برسائل وبطلبات من قبل أهل الكوفة وأهل العراق، وأنا قادم إليه. ذلك وبعد أن أصبحت الدولة الإسلامية هرقلية وأصبحت ملكية يعني، وعندما وصى معاوية ليزيد، يزيد لا يصلح للخلافة، فهو يزيد شارب الخمر وغيرها وذلك، فإن وجوده كخليفة يعارض الشرع الإسلامي، ولهذا فإنني قادم إلى العراق حسب طلبهم وجئت لكي نمنع هذا الشيء. يزيد الحر قال له: أنا لدي أوامر، أنا عسكري، جتني أوامر أن أمنعك، ولا أعلم عن ماذا تتكلم أنت، أنا ليست لي علاقة بأنه يزيد على حق أو يزيد على باطل أو أنه كذا، أنا رجل يعني في الجيش وجتني أوامر عبيد الله بن زياد بأن أمنعك من الوصول. ثم: ما هذه الرسائل التي تتحدث عنها؟ يقول للحسين: أنا لا أعرف بهذه الرسائل تتحدث عنها. فهنا الحسين أحس بأنه الرجل معذور لا يعرف، فقال الإمام الحسين لمن معه: افتحوا هذه الجراب وهذه الخرج يعني، وأخرجوا الرسائل. ففتحت وإذا بها مئات الرسائل والتواقيع التي جاءت من أهل البصرة وأهل الكوفة تدعوه للمجيء إلى العراق لقيادة المسلمين، لأن يزيد لا يصلح للحكم، وعملية التوريث مرفوضة في الإسلام، لأنه أمرهم شورى والقيادة شورى، واعتاد العرب المسلمون أنه ينتخب الخليفة ويبايع من خلال الناس، فكيف يأتي بيزيد ويزيد لا يصلح؟ يعني هل عقبت الإسلام بحيث أصبح يزيد خليفة؟ يعني هذه لا يمكن أبدا، هنالك من هو خير منه، وهذا الرجل يعني مثلوم، لا يمكن أن تصلح عليه الخلافة، لأن صفات الخلافة التقوى والورع وأشياء كثيرة.